مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير الجبنة بالبيت. عندي لتر و800 ملي حليب، نص ملعقة صغيرة ملح، حوالي 6 معالق طعام خل ابيض. بحط الحليب على الغاز ليسخن. بسم الله. بس يسخن الحليب قبل الغليان بحط فوق الخل، وبحط كمان الملح. حركهم مع بعض ليفصل الحليب عن المي. راح احط كمان فوقهم حوالي 4 معالق طعام خل. نفس الشي بحرك ليفصل الحليب عن المي. بس فصلوا بهذا الشكل الحليب عن المي. هلأ بدي صفيهم. عنا هون مصفاي، بحط قماشي بقلب المصفاية وبصفي الجبنة بقلبها. بسم الله. بس حطيت الجبنة بالقماش، هلأ بدي شيل المي. بعد ما فضيت المي بتركن حوالي 10 دقايق لتصفي المي منهم بهيدي الطريقة. بعد ال10 دقايق، بعد ما بردت الجبنة، بدي احطها بمطبقية لتاخد الشكل. بسم الله. حطها بهيدا الشكل. وبحط شي بتقل عليها. فيني حطها بالبراد لتجمد حوالي 3 ساعات 4 ساعات، بس الافضل تنحط بالبراد ليلة كاملة. بسم الله. حطها بالصحن. هذا الشكل النهائي للجبنة، شفتوا كيف؟ فينا نرش عليها شوية حبة البركة بهيدا الشكل. طريقة جبنة جدا سهلة وسريعة، بتمنى تجربوا الطريقة وتعجبكم. إن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. The English recipe for this video is in the description box. Bye bye.